قارين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، حقيقة الواحد بيقعد يتعجب من الجيل الفريد دوت، جيل بنسمع عنه وكأننا بنسمع قصة ألف ليلة وليلة، كأننا بنقول معقولة في ناس كان بالأخلاق ديت، معقولة في ناس بالزهد دوت والورع دوت والخشية ديت والتوكل دوت والإنابة والتوبة إيه الجمال ده كله؟ إيه الجيل الفريد العظيم دوت؟ جيل اتربى بين إيدين الصحابة، اللي اتربوا بين إيدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عجب إن احنا نشوفهم بالأخلاقيات والإيمانيات العالية ديت، اللي فعلا النبي قال عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحقيقة النهاردة هنلتقي مع تابعي جليل، رجل مخضرم وخدم الإسلام خدمات عظيمة جدا لا تخطر على قلب بشر. يمكن كلنا سمعنا يعني نبذ كده يسيرة جدا عنه، لكن حقيقة هتسمعوا كلام في الحلقات ديت يمكن لأول مرة تسمعوا في حياتكم بجد وبصدق. هنتكلم عن النجاشي، النجاشي اللي انتوا عارفينه، والنجاشي ما اسموش أصلا النجاشي، ده النجاشي ده لقب، لقب النجاشي. كل واحد يا جماعة كان بيحكم بلاد الحبشة لقب بتاعه النجاشي، زي كل واحد كان بيحكم بلاد فارس كان اسمه كسرى أو اللقب بتاعه كسرى، وكل واحد كان بيحكم بلاد الروم كان بيسمى قيصر. إنما هل هو ده اسمه الحقيقي؟ لا، ده اللقب بتاعه، زي ما تقال فلان ده رئيس الجمهورية، هل رئيس الجمهورية ده اسمه؟ لا، اسمه مش رئيس الجمهورية، ده رئيس الجمهورية ده اللقب بتاعه، إنما هو اسمه الحقيقي فلان الفلاني. فكذلك النجاشي ما كانش اسمه النجاشي، ده لقبه النجاشي، وأي واحد كان بيحكم بلاد الحبشة كان بيلقب بلقب النجاشي. إنما النجاشي اللي احنا قصدينه واللي احنا بنتكلم عنه واللي كل اللي نعرفه عنه يا جماعة، ان الصحابة لما تعذبوا بسبب ايمانهم بالله سبحانه وتعالى والمشركين اذوهم وعذبوهم، فالنبي قال لهم يعني اذهبوا الى بلاد الحبشة فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد، وراحوا قعدوا في رحابه فترة كبيرة لحد ما رجعوا على غزوة خيبر، وبعدين بعد كده لما مات النبي صلى الله عليه. هو ده كل اللي احنا نعرفه يقينا عن النجاشي، هو الكلمتين اللي انا قلتهم دول بس. لكن هتفاجأ بحاجات عجيبة جدا هتسمعها مني إن شاء الله في الحلقات ديت عن النجاشي، العالم الكبير ده. وبجد بجد والله العظيم هتحبوا الراجل ده وهتقولوا مش ممكن، مش ممكن البذل والعطاء والتضحية العظيمة اللي قدمها للدين، هيتمنى كل واحد فينا إن يكون نسخة من النجاشي عليه رحمة الله ورضوانه. النجاشي اسمه الحقيقي إيه؟ اسمه أصحمة ابن أبجر. نعيد الاسم تاني، اسمه أصحمة ابن أبجر. إنما النجاشي ده لقبه، لقب الواحد اللي بيمسك الحبشة أو بيحكم بلاد الحبشة، اللقب بتاعه إن هو النجاشي. أصحمة ابن أبجر عاش في عهد النبي وكان موجود، ولما النبي بعث كان هو أصلا نجاشي الحبشة، الحاكم بتاع الحبشة، وأسلم في حياة النبي لكن ما شافش النبي، فاعتبر تابعي. رغم ان كانت في رسائل وكان في حب متبادل بينه وبين النبي، يعني عجيب جدا جدا، كان النبي بيحبه قوي وكان بيقدره جدا وكان شايلها له بجميله اللي هو عمله لخدمه الاسلام والمسلمين. النبي عمره ما نسيه ابدا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي ده دايما يعني دايما صلى الله عليه وسلم دايما ده دأبه ودي اخلاقه، عمره ما ينسى فضل حد ابدا. وقال كده قبل ان يموت بخمسه ايام كما عند الترمذي بسند صحيح، قال ما منكم من احد كان له عندنا يد الا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. هو ده دأب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم اللي ربنا وصفه من فوق سبع سماوات وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول لكم عايزين نتعايش بقلوبنا مع قصة النجاشي أصحمة ابن أبجر. عاش في عهد النبي وأسلم في عهد النبي لكن ما شافش النبي، فاعتبر تابعي. طبعا كتير من المسلمين بيقولوا النهاردة يا سلام يا ريتني كنت عايش في عهد النبي. ما تضمنش،
ما تضمنش حبيب قلبي، يمكن واحد يكون يتمنى يعيش في عهد النبي، يمكن كان يلاقي نفسه ابو لهب ولا ابو واهل ولا عقبه بن ابي معيط. ما تضمنش ان انت تكون ابو بكر او عمر او عثمان او علي. احمد ربنا ان ربنا خلقك مسلم، وربنا طلب منك تكليف عظيم جدا، قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تيجي نبدا القصه؟ تعال نبدا القصه، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. قصة النجاشي اللي هو أصحمه ابن أبجر تبدأ من إن أبوه اللي هو والد أصحمه كان رجل، كان هو حاكم الحبشة، كان هو النجاشي في الوقت ده، اللي هو والد النجاشي اللي هنقول عليه ده اللي هو أصحمه ابن أبجر، أبوه بقى كان هو أصلا نجاشي الحبشة، الحاكم بتاع الحبشة، وكان رجل عادل وكان رجل فاضل وعمره ما ظلم حد، وكان البلاد كلها الناس كلها بتحبه، وكان كل الناس بيثقوا جدا في عدل الرجل ده وفي حكمته، وكان عمره في حياته ما بيجي على حد ولا يظلم حد، وكان بيبذل كل اللي يقدر يعمله علشان يخدم رعيته ويخدم أهل بلده. لكن في يوم من الأيام بعض الوزراء اللي هم الحكماء أو الوزراء اللي كانوا عايشين في عصره قعدوا مع بعض قعدة شيطانية وقعدوا يتكلموا، قالوا طيب يعني النجاشي ده اللي هو والد أصحمة اللي هو والد النجاشي اللي احنا بنتكلم عنه، قالوا النجاشي ده ما عندوش غير ابن واحد اللي هو أصحمة اللي احنا بنتكلم عنه. خدوا بالكم السين اللي بيني وبينكم ان النجاشي اللي صلى عليه النبي هو أصحمة ابن أبجر، ماشي كده؟ ووالده بقى برضو كان نجاشي، كان هو برضو ملك الحبشة، تمام؟ لكن اللي صلى عليه النبي اللي هو ابن النجاشي ده اللي هو النجاشي الثاني اللي هو أصحمة ابن أبجر. احفظوا معايا المسألة دي. فقعدوا يتكلموا قالوا ايه؟ قالوا طب النجاشي ما عندوش غير ابن واحد بس اللي هو أصحمة بن أبجر اللي هو بطل قصتنا الجميلة دي. قالوا فلو مات الراجل دوت هيبقى ليه ابن واحد، وابنه دوت لو حكم المملكة الشوكة بتاعته هتبقى ضعيفة، لأنه ما عندوش إخوات ولا عنده يعني عيلة كبيرة ولا عزوة، فممكن الناس تطمع فيه، فبالتالي ممكن البلاد اللي جنبينا تغزونا والدنيا ما تبقاش ماشي قوي، احنا عايزين واحد ليه شوكة. طب نعمل ايه؟ قعدوا يفكروا فكرة شيطانية، قالوا بس هي دي الفكرة، هتعملوا ايه؟ قالوا نقتل النجاشي ده واخوه موجود وعايش وعنده 12 ولد ودول عزوة، بحيث ان لو راجل مات ابنه الكبير يتعين مكانه نجاشي الحبشه، الكبير مات اللي بعديه يتعين نجاشي الحبشه، اللي بعده اللي بعده 12 ولد، وهيتجوزوا طبعا وهيخلفوا والدنيا هتبقى يعني ما شاء الله، فبالتالي هيبقى عنده عزوه وعنده قوه يقدر يحكم بها البلاد ويقدر يتحكم فيها ويقدر ان هو يعني يملك البلاد دي بيد وقبضه من حديد. قرروا ان هم يقتلوا النجاشي اللي هو والد النجاشي اللي بنتكلم عنه بقى اللي هو والد أصحمة ابن أبجر. يعملوا ايه؟ فكروا ازاي ينفذوا الموضوع ده يا جماعة. قالوا بس هننفذه بطريقة حلوة قوي، هنروح لاخوه، خدوا بالكم وركزوا معايا بقى، هنروح لاخوه اللي هو عنده 12 ولد ونتفق معاه على خطة شيطانية نقتل بيها النجاشي بتاع الحبشة اللي هو والد بطلنا، بطل القصة الجميلة ديت. هنقتل النجاشي بتاع الحبشة، تمام، اللي هو والد أصحمة بن أبجر، وإيه وبالتالي الدنيا كلها تخلص بقى منه، وبعدين نخلي أخوه اللي هو الكبير ده اللي عنده 12 ولد هو اللي يتولى الحكم، ويبقى نجاشي الحبشة وعنده عزوة ما شاء الله 12 شاب زي الفل. قال خلاص اتفقنا على كده. قالوا نروح بقى نقول لأخوه الموضوع ده. راحوا لأخوه ودخلوا عليه، سلموا عليه وقعدوا معاه، وبدأوا يقولوا له احنا حاسين بقلق على بلاد الحبشة وخايفين ان شوكة النجاشي تضعف لانه ما عندوش غير ولد واحد اللي هو أصحمة بن أبجر، واحنا عايزينك انت اللي تملك بلاد الحبشة وتبقى انت النجاشي، وبين وبينك بقى انت اولى من النجاشي دوت، انت احسن منه، انت عندك عزوة وعندك 12 ولد اللي بيها يعني لا قدر الله بعد عمر طويل لو مت هيبقى فيه بعدك 12 ولد يمسكوا حكم بلاد الحبشة والدنيا هتبقى جميلة والمسألة هتمشي وتبقى زي الفل يعني. فطبعا الرجل في بداية الامر مع ان الدنيا بتغير ناس كتيرة بكل اسف اللي ما عندهمش مبادئ بيغيروا بسهولة وبيتنازلوا بسهولة غريبة جدا. في الأول
غضب وزعل جدا. ازاي تقولوا الكلام ده؟ مين في الدنيا فكر ان انا افكر ان احنا نقتل اخويا؟ ازاي ده اخويا ابن ام ابويا، ده لحم ودم وكذا ومش عارف ايه، وانفعل جدا واتضايق. لكن الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. سبحان الله، الواحد بيستغرب يا جماعة ازاي الانسان ممكن يتنازل بسهولة شديدة جدا عن مبادئه واخلاقه، عشان ايه؟ عشان شوية فلوس، وعشان ملك، وعشان شهرة، وعشان صيت، وعشان سمعة، وعشان زعامة، مع ان الدنيا كلها ربنا قال عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وقال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وقال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة، ما تساويش حاجة. لكن بكل أسف في ناس واقفة على شعرة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب.